حنينة والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة حضورنا الكريم، على بركة الله وحفظه ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. 6 دقائق 5 ثواني، 5 أجزاء من الثانية، التحالي موصولة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمناسبة فوز الشاحنين في المركز الأول حصولا على أفضل توقيت في هذا الصباح الجميل، صباح يوم الطير الذي خصص لسن لذاع. الشكر دائما موصول لسعيد بن محمد بن حزيم القائد ولهذا الشعار والمميز لهذا الشعار الجميل، أداء تام. شكرا أيها الإخوة لهذا الجماهير المميزة الذي تحضر لهذا الميدان. 6 دقائق 5 ثواني، 5 أجزاء من الثانية، نسير إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول. شوط الثالث عشر هنا يسير في تقريبا صرب هذا الميدان. الشوط الثاني عشر هنا استفتح إذاعتنا مع الشعارات الجميلة الذي حذرت وأنذرت هناك في الشوط تقريبا شوط الجعدان، ولكن هنا أيضا عندها سراب علي بن حميد الرز يتواجد مع سراب. نقلتنا إلى ثاني المراكز، بارود حمد بن عبد الله القحطاني ينتقل وياكم إلى المركز الثالث اللي يعشق الناموس، والكل يعشق الناموس، أعشق الناموس ويندفع مع الناموس. وهل هذا الاندفاع هناك يعني سوف يحصد النقطة الثانية، ولا هناك شاهين اللي يلاحق سراب على ثاني المراكز؟ له راي آخر، له راي آخر، له عالم آخر. سراب ما شاء الله يرقص على أرضية هذا الميدان، يقدم عروضه هنا في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز. سلام عليكم هالمشرف، سلام سلام سلام، ما شاء الله أداء جميل ومميز، أداء جميل ومميز على المركز الأول. 400 متر الأخيرة، 400 متر الأخيرة، 400 متر الأخيرة اللي توصلنا عن خط النهاية. سراب علي بن حميد رزي شاهين، مطر بن سعيد بن حلوة حشيم، ومحمد بن مهير بن سيف أبو نواس. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن على هذا المال الكريم، تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل وهذا الأداء المميز. ما شاء الله يا سراب، سراب في المركز الأول، سراب في مقدمة الشوط مع علي بن حميد الرزي وحشيم محمد بن مهير بن سيف أبو نواس. يقترب 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 اللحظات الأخيرة. تهانينا وسلام للمرة الثانية المركز الثاني، محمد بن مهير بن واصل المركز الثالث، علي بن عبد الله بن سعيد مساوي المركز الرابع، مطر بن سعيد بن حلوة خامس المراكز، لمحمد بن فارس بن محمد الخاطئ. تهانينا والناموس لعلي بن حميد الرزي بمناسبة فوز سراب بالمركز الأول. 6 دقائق التوقيت الزمني، 15:60 جزم الثاني. تهانينا والناموس.